وصلنا لفقرتنا الأخيرة، بنحكي فيها عن يوم لوعي الحياة. هو الشعار اللي طرحته وزارة الثقافة السورية للاحتفال بأسبوع ضم سلسلة من التظاهرات والفعاليات بمختلف الصروح الثقافية والمحافظات السورية للحديث أكثر عن هذا الأسبوع الثقافي وفعالياته اللي تم افتتاحها يوم الخميس 23 الشهر معنا عبر شاشة صباحنا غير بدار الأسد دار الأوبرا السورية، مدير المكتب الصحفي بوزارة الثقافة جوني ضاحي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. سعد صباحك جوني. صباح الخير. جوني، يعني يوم الخميس شهدنا افتتاح أسبوع الثقافة، وخلينا نسميه يوم الثقافة، كان يوم الخميس. وأمس كان في حفلة للسيدة ميادة بسليس مثل ما تابعنا على شاشتنا. وأيضا في كثير من الفعاليات وفي كثير من يمكن المشاركات يلي بتخص الثقافة السورية، خلينا نحكي عنها أكثر. انطلقنا ب 23/11 يوم الخميس أول امبارح باحتفاليتنا يوم وزارة الثقافة، هو ذكرى تأسيس الوزارة. طبعا كنا سابقا نحتفل بهي المناسبة بمدة ليوم واحد، يعني هو من 23/11 فقط. بعدين ارتأت الوزارة وبتوجيهات من الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة أنه هاي الاحتفالية تمتد لمدة أسبوع تماما، مشان نحن نأخذ كل أركان الثقافة بكل المحافظات السورية. فانطلقنا ب 23 هون بدار الأسد للثقافة والفنون أوبرا دمشق باحتفالية كانت شاملة وبنفس الوقت يعني هي مصغرة. فكان عندنا محل ما نحن قاعدين هون كان في عندنا أطفال صلح الوادي عم تعزف، إن أطفال الوزارة اللي عم نعلمهم الموسيقى. كان في عندنا معرض للكتاب، إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب، كان في عنا أطفال عم ترقص باليه، كانت مديرية المسارح والموسيقى عاملة معرض للأفيشات والبوسترات لنتاج خلال عام 2017، المؤسسة العامة للسينما نفس الشيء كمان عاملة معرض بوسترات وأفيشات اللي قدمته، وكان في عنا معرض للآلات السينمائية النادرة اللي هي موجودة غير بسوريا، هي المؤسسة العامة للسينما كانت تستعمل اول ما انطلقت المؤسسه. مدير عام الاثار والمتاحف كمان قدمت شيء هي اللقى الاثريه اللي لقتها بمحافظه ريف دمشق خلال الاعوام السابقه، طبعا بكلها بلجان سوريه، يعني ما كان في اي لجنه او لجنه اكتشاف اجنبيه، فكان كلهم سوريين. تمام. وكان عندنا معرض هون، هو معرض توثيقي نحن اللي عملناه. طبعا نحن عم نتابع جوني معك. تمام. كان في عندنا معرض توثيقي، هو هذا المعرض الصور هو كان بيضم 73 لوحه. هي شو اشتغلت الوزاره من 23/11 ل 23/11/2016 ل 23/11/2017. طبعا ما قدرنا ناخذ كل شيء، قدرنا ناخذ اهم شيء عملناه. واخر شيء كان في عندنا ثقافه الطفل، مدير ثقافه الطفل كان في معرض لوحات ورسومات وللفائزين من ابناء الشهداء بجوائز وزاره الثقافه. وانطلقنا على بيارق النصر اللي هو احتفالنا اللي كان فيه الاحتفال الرسمي والكلمات الرسمية، بالإضافة للتكريم باقة من مبدعين السوريين بجميع أركان الثقافة، كانوا قاص وشاعر وفنانين تشكيليين، أثريين، مخرجين ومبدعين مسرحيين. يمكن قد ما حكينا عن الفعاليات والنشاطات اللي عم تقوموا فيها بوزارة الثقافة، يمكن من أنشط الوزارات رغم كل ظروف الحرب اللي عم نمر فيها، لأنه وزارة الثقافة ما توقفت يوم، عم تقوم جميع النشاطات والفعاليات. خلينا نحكي هاي العام شو اللي تميز عن العام السابق، لما نقول أسبوع من الثقافة بيشمل جميع المحافظات السورية، في مجهود كثير كبير عم نحكي عنه. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك، نحن الوزارة مشان أقول لك شيء، نحن نتاجنا خلال فترة الحرب هي أكبر من نتاج اللي قدمته وزارة الثقافة قبل الحرب. دار الأسد للثقافة والفنون بشكل يومي في حفلات، والحفلات ممتلئة بالكامل حتى مع مشاكل بالبطاقات، وحضرتكم صرتوا تعرفوا هذا الشيء، يعني البطاقات دائما في عندنا مشاكل فيها، العالم الحمد لله كلها بدها تحضر كلها بدها تقدم. المسرح السوري عمل انتفاضة كبيرة، نحن المسرح السنة قدم مسرحيات بكم كبير بكل المحافظات السورية، بالإضافة لدمشق كان في عودة كبيرة للفنانين السوريين، الأستاذ أيمن زيدان، الأستاذ غسان مسعود بعد لا يقل عن 15 يوم في له عرض مسرحي، زيناتي قدسية طبعا مع حفظ الألقاب لأساتذتنا الكبار. فهي عودة كمان الشيء للمسرح. المؤسسة العالمية للسينما قدمت سنة انتاجات ضخمة كبيرة، وانتاجات يعني اخذت جوائز، نحن في باسبوع واحد اخذنا بحدود، اخذت المؤسسة العامة للسينما والسينما السورية بشكل عام بحدود 13 او 14 جائزة. تمام. بجميع انحاء العالم، يعني حتى بجوائز كانت بالوطن العربي وخارج الوطن العربي. فهذا الشيء نحن اللي اذا بدنا نضغطه بيوم واحد فحنظلم كثير عالم، صعب كثير، او في ظلم، يعني ناس ابدعت وناس قدمت طبعا هذا الشيء، فما حيكون بيوم ولا حيكون بساعات. فمثل ما اول شيء فالسيد وزير
وجه بانه تكون لمده اسبوع بجميع المحافظات السوريه. نحن اليوم فينا نوجه عن الشام ونحط نسلط ضوء على الشام ضوء، بس في عندنا محافظات عم تقدم كثير 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 يعني، لهيك كان نتاج. نحن في عندنا المسرح دار الاسد، مسرح دار الاسد الثقافي او مسرح المركز الثقافي فينا نسميه اكثر بحمص، هو مسرح ممتلئ بشكل يومي. بشكل يومي في عندنا عروض، الجمهور مثقفين تماما، اللاذقيه، طرطوس، حماه، ودرعا، يعني ما شاء الله السويدة، في محافظاتنا كلها عم تمتد. حتى محافظاتنا اليوم اللي هي للأسف غير آمنة، فمديريات عم تقدم بالمحافظات الثانية. فعندنا محافظة الرقة، مديرية ثقافة الرقة، مديرية ثقافة إدلب عم تعمل نتاج وفعاليات كاملة بحافظة حماة بشكل، وحتى هي مشاركة معنا بفعاليات منوعة وكبيرة يعني. نعم جوني، مثل ما قلت يمكن يعني بدنا كتير أيام، أو بدنا يمكن سنوات لحتى نحن نقدر نكرم أو نقدر أو يشمل يوم هاي الجمعة كاملة اللي بتخص الثقافة لحتى تكرم هاي القامات الثقافية الموجودة بسوريا. ولكن كيف تم اختيار يمكن الحفلات والأشخاص؟ يعني في تقديم قبل بوقت ولا لا؟ تم وقع الاختيار مثلا على حفلة السيدة ميادة بسليس وسمير كويفاتي مبارح، أو اليوم في شيء أو بكرة في شيء؟ كيف تم الاختيار؟ بلشت التحضيرات بحدود 3 شهور صرنا عم نشتغل بالتحضيرات. يعني كان في فكرين، فكر انه ناخذ الطابع انه يكون ثقافي سوري بحت، وطابع انه يكون نحن مثلا نستدعي حدا من برا مثلا مشاركات خارجيه. فارتئينا انه هي تكون يوم ثقافي السوري يعني، فلاحظت انه كل فعالياتنا هي سوريه بحته بمشاركات سوريه بحته. فتم اختيار الاشخاص المكرمين، اختيار الحفلات، اختيار الندوات. هلا هذا الشيء يعني ما كان معنا السنة، حيكون معنا السنة الجاي. فنحن يعني أيامنا كتير جايين، فعالياتنا كتير، مهرجاناتنا كتير. نحن حننطلق بمهرجانات بمحافظات سورية، كل يوم في كل شهر في عنا مهرجان بمحافظة. فخلصنا حلب ولادية، وهلأ نحن عنا حمص الشهر القادم، فحيكون الكل معنا في حال أنه أي حدا ما نسينا حدا، ما كان معنا السنة بيكون معنا السنة الجاي. أكيد يعني قمتوا بفعاليات ونشاطات كبيرة، مسرحية، سينمائية، فنية. خلينا نحكي عن شركاء وزارة الثقافة، يعني هذا بده مجهود كبير مثل ما قلت، 3 شهور من التحضير وقت كتير كبير. مين هن الشركاء اللي كانوا معكم بهي الفعاليه؟ الشركاء طبعا اول شيء مشان يكون الكادر، كان كله كادر وزاره الثقافه، مدرياتنا من المسرح. اكيد نوجه تحيه لجميع المشاركين اللي قدموا معنا. يعني هي كانت طابع ثقافي كامل، يعني كله قدمته من وزاره الثقافه من مجهودنا وكوادرنا الموجوده بالوزاره. نعم جوني، ما بعد يمكن 30 الشهر اكيد رح نختم السنه بفعاليات عديدة. طبعا. بنهاية لقائنا شو بتحب تقول أو شو بتحب تنوه عن فعالياتكم القادمة طبعا بوزارة الثقافة؟ أوكي، نحن هلأ بعد ساعتين من الآن في عنا افتتاح معرض الخريف 2017 بخان أسعد باشا. بكرة في عنا افتتاح معرض للمخطوطات بمكتبة الأسد، مخطوطات القديمة، بالإضافة لما افتتاح معرض كتاب الهيئة العامة السورية للكتاب حتقدمه كمان مكتبة الأسد. في عنا بكرة ندوة الوطنية حيكون فيها مجموعة من الباحثين والأدباء الكبار. في عنا بدار الأسد حفل موسيقي من أشعار الكبير بدوي الجبل، الشاعر السوري المرحوم. وحتمتد فعالياتنا مدة 30 يوم، هدول هن عم نحكي عنهم، وبعدها حنقدم شيء جديد إن شاء الله. وعام 2018 حيكون في أكثر وأكثر حافل، نحمل المايك ونركض. نعم أنتم جاهزين معنا دائما، جاهزة حالكم أكيد دائما. أكيد نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى التوفيق لجميع العاملين بوزارة الثقافة، مجهود كبير كبير عم تقوموا فيه. عم نودع 2017 بال 2018 مثل ما قلت في تحضيرات كتير مهمة رح نسلط الضوء عليها عبر شاشة الإخبارية السورية. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لتعاونكم ووجودكم معنا. شكرا كثير لك، وموفقين يا رب، واكيد مشكورين على هيدي الجهود. نورتنا اليوم، ويسعد صباحك. يسعد صباحكم، يسعد صباح الجميع. شكرا لك. مع فعاليات ونشاطات